والفقر، يعني المشاهدين غادي تشوفوا الحاله ديالو، هو ولا كيدير الدياليز بسبب قله الشيء، تيقول انه ما مشاش للطبيب في الوقت المناسب او المبكر. حتى ما قلت مشاهدينا، فهد الاب اللي عانى لواحد المده كيقول انه ضرب الطونسيون العينين ومشاو ليه الكلاوي ولا تيدير التصفيه ومشى ليه حتى الشوف. غنخليكم مع هذا الاب اللي غادي يحكي لنا المعاناه ديالو مع المرض اللي كينحدر من ضواحي الزلال. تفضل اخويا، انت مباشره على قناه شوف تي في، احكي لنا على المشكل. السلام عليكم. بعد اولا الاخوان كنشكركم، كنشكر خويا سعيد الله يرحم لكم الوالدين، بعد اللي جيتونا في هذا الوقت بسببكم وبفضل الله باش ركبت انا هذا لاباري دابا اللي في يدي، واخا جات شويه معطله ولكن المهم الحمد لله. الاخوان دابا عندي واحد التحليله دايره 30000 ريال، هي اللي بقات دايره ليا مشاكل، وعندي الدواء ديال السكر تنشري، عندي الدواء ديال السكر تنشري هو اللي معرقلني وسميتو، والحاله ضعيفه وما خدام ما والو، عندي جوج وليدات ما تنصب ما نوكلهم، هذه هي الصراحه خويا سعيد. والحاله راك كتشوف فيها كي دايره، والبلاصه فين ساكنين وما كاين لا خدمه لا والو، راه تنطلب وصافي مع الظروف ديال سميتو راك عارف. ما عندنا دابا ما نصيرو الاكثريه في هذا الشهر المبارك ديال رمضان، والو الحمد لله حتى حاجه. راه واخا احكي لنا شحال هادي باش بداك هاد المرض وتحول لك دابا وليتي كدير الدياليز، احكي لنا شنو وقع. المرض اخويا سعيد انا السكر تزاديت بيه من صغري، انا السكر تزاديت بيه، انا راسي ما عقلتش عليه نهار تزاديت بيه. تزاديت اخويا سعيد ديك الساعات انا باقي صغير وكندير الانسولين، تندير البرا من الصغر ديالي، بديت كنكبر شويه بشويه. المهم ديك الساعه العقل باقي صغير وبنادم ما عارفش، ما كنت صغير انا ما داير لا ريجيم لا حتى حاجه، تناكل اي حاجه ما عقلت انا براسي، تا وليت كبرت ودرت شويه العقل، وهذا سطنا راسي. دابا السكر ضرب ليا العينين بجات، هادي يلاه خويا سعيد هاد لي سرية تنشوف من 4 على 10، هادي ما تنشوفش بها كاع نهائيا. دابا بحال الا شدني الليل فشي بلاصة ما تلحق الدار عبزز، ودابا ولا ضرب ليا عاوتاني مشى ليا الكلاوي بجوجات، ورا باش يلاه بغيت نبدا نصفي. دابا مشيت نهار الاربعاء عند الطبيب لبني ملال، عطاني الشهادة ديال سميتو باش نمشي لتنانت نصفي تمايا، وراك عارف اخويا سعيد مع الترونسبور والحاله كي دايره، وقالوا لي كاينه واحد التحليله مره تتعاود دايره 30000 ريال، وانا ما عندي حتى حاجه. ما دابا انت واحد في التحليله ديال 30000 ريال، واحد في التحليله والدواء ديال السكر كل 21 يوم تخصني واحد 4000 ريال و500، هي اللي كتخصني ديال الدواء هادي كل 21 يوم تنشريها، وكنت وقفت على عمليه على هاد العين، حتى هي اللي صريه ما بقيتش قاعد ركتها ما حتى حاجه. طلعت الدوسي في السبيطار ديال محمد السادس مراكش، تا كملتو تقريبا، تا كملتو وترونسبور غلبني من هنا تنمشي راك عارف، من دوار عندنا حنا لمراكش تلحق ب 100 درهم وترجع ب 100 درهم وما خدام ما تا حاجه. صافي عقبت سمحت انا دابا في عيني سمحت فيها، وتنترجاهم الله ان شاء الله يكون شي شفاء عاجل. تنطلبو من المحسنين الى شافونا، وتنطلبو من سيدنا الى شاف هذا الفيديو يتعاون معنا، راه حاله حال الله. ودابا واحلين عندنا جوج وليدات، عندنا مسؤوليه ما تنصيبو مهن وكلوهم، الصراحه هي هادي. انت اخويا سعيد راك جيتي وشفتي الواقع على راسك، دابا ما كاين ما نعاود لك. وكنشكركم اخويا، وتنشكروا المحسنين اللي تعاونوا معايا وساهموا معايا وداروا ليا هاد لاباراي، الله يجزيهم بخير. اذا الحمد لله، حيت كتدوزت معك اخويا من قبل، ياك دوزت معك من قبل، والحمد لله بفضل الله وفضل المحسنين جزاهم الله خير في هذا الشهر الكريم اللي تعاونوا معك وداروا لك هذا لاباري ديال التصفيه. فنتمناو ان شاء الله من خلال هذا النداء ديالك وهذا الصوت ديالك اللي يوصل ذوي القلوب الرحيمه ويساعدوك في التحليله اللي بقات لك، ويساعدوك في مصاريف العلاج. مشاهدينا كما شفتوا معنا المعاناه ديال هذا الاب اللي جوج ديال الوليدات، اب لجوج ديال الوليدات والزوجه، وكشفتوا معنا كيسكن في واحد المنطقه ديال ضواحي الزلال، يعني المعاناه ديالو مع الفقر ومع المرض. اليوم تيقول انه عانى الكثير من الصغر ديالو، اليوم توجه للمغاربه باش يساعدوه، توجه لخوتو المحسنين باش يساعدوه، كيقول انه واقف على عمليه ب 1000 تحليله ب 1500 درهم، وواقف على مصاريف العلاج. مشاهدينا اللي بغى يساعد هذا الاب فرقم ديالو في العنوان ديال هذا المباشر. نلقاكم إن شاء الله في مباشر جديد في موضوع جديد، تقبل الله صيامكم، إلى اللقاء.